يعني ربما مثلا انه في شيء يعني في بعض الدول عندما تكون هناك فتاة لا يعني علاقتها بالرجل تظل مقطوعة طول الوقت. ولكن مثلا في تصريح لمدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في مكة المكرمة السابق الدكتور علي الحناكي قال للصحافة السعودية في 2 مايو 2009 أن هناك فتيات لم يستطعن أن يمحين من ذاكرتهن متعتهن الجنسية مع أخريات يعني ربطتهن علاقة في السابق على رغم أنهن متزوجات الآن. وقال أن هناك شذوذ بين الفتيات بشكل مخيف غير أنه لم يصل لدرجة الظاهرة. أنا أتفق أنه هناك شذوذ ولكن لا أتفق معه أنه ليس ظاهرة. أنا أعتقد أنها ظاهرة وتستحق الدراسة لأن هناك شوارع تسمى بشوارع الحب في جامعاتنا. يجب أن نواجه هذه الظاهرة وأن لا نضع رؤوسنا في الرمال وأن نعترف بها. في بداية الطريق للعلاج المشكلة هو الاعتراف بالمرض. في نقطة ذكرها يعني أن هناك فتيات لا يستطيعن يعني أن يشعرن إلا لأن التجربة الأولى الجنسية في حياة الإنسان قد تشوه هويته الجنسية إلى على طول حياته. يعني إذا تعرضت الفتاة لتجربة جنسية أو لتحرش من فتاة أخرى وانجرت لها وانسحبت قد يشوهها تماما هذا التحرش وتتعرض وتصبح دائما شاذة لأنها التجربة الجنسية الأولى تطبع يعني بصمتها على نعم حياة يعني الإنسان. متعتها اكتشفتها بشكل خاطئ لذلك تتشكل على هذا الأساس. شكرا لك سيدة أمل زاهد على هذه المداخلة الكاتبة السعودية في صحيفة المدينة. أعود لك أستاذ أحسان أهلا وسهلا بك. وقبل أن أسألك أقول أعزائنا المشاهدين والمشاهدات أنه هذا موضوع للكبار ونعتذر إذا كان في أي ألفاظ خادشة أو أي شيء لكن يعني موضوع الحقيقة يمس كل الناس اللي عنده بنات اللي عنده أيضا شبان لابد أنه يتنبه لمثل هذه الأمور. أستاذ حسان كشفت دراسة نشرتها صحيفة الوطن في 7 ديسمبر 2009 تقول أنه 66% من عينة الدراسة الخاصة بالفتيات تعرضن للضرب بالعصي وشد الشعر والعض والخنق. وقالت أن 33% منهن تعرضن للكي بأدوات المائدة كالملاعق. برأيك هل مثل هذه الممارسات التي تتعرض لها الفتاة ستجعل منها فتاة عنيفة وعدوانية أم أن هناك أسباب أخرى لهذا العنف إضافة إلى أنه ممكن تؤدي بها إلى كراهية الرجل بالمطلق؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا يا أخي علي على إثارة هذا الموضوع الهام وزي ما قلت أنه ما ندفن رأسنا في الرمل ويجب أن نواجه مشاكلنا بكل صراحة وبكل شجاعة. أول حاجة العنف دورة وهذه الدورة تكون مستمرة عادة وكل من يقع عليه العنف في معظم الأحوال بيمارس العنف على من يليه أو بيمارس العنف على من يحتك به. وأيضا الحراك الاجتماعي والتغير الاجتماعي اللي بيشهده العالم والقنوات الفضائية اللي بتبث كل يوم أخبار وتبث كل يوم أفلام ومسلسلات كثير منها يشجع على العنف هذا ما في شك أنه له أثر. وحتى البعض منها بيعالج قضايا المخدرات وغيره والجنس وغيره من المسائل الأخرى اللي بنشوفها على الشاشة اللي بتخش كل بيت بدون استئذان. هذا الجانب مهم جدا وجدا ويجب علينا أنه لا نتدخل دائما إلا يعني يجب علينا أن نبادر في التدخل قبل. يعني عادة في معظم الأحوال نحن بنتدخل متأخرين عندما يعني زي ما يقولوا يطيح الفاس في الرأس. فالظواهر الاجتماعية في المجتمعات تتأثر زيها بزي أي مجتمع آخر بما يدور في المجتمع الآخر. بالنسبة للفتيات اللي عندنا بيعانوا جزء آخر اللي هو كثير منهن يعانين من الإحباط. يعني أحيانا الصراع الطبقي له دور لما البنت بتشوف اللي في طبقتها ولا في أعلى من طبقتها وبيجمعهم مجتمع المدرسة وبيتمارس عادات أحيانا غير مرغوب فيها. أيضا الإشباع العاطفي ناقص عند كثير من الفتيات نتيجة أنه الأبهات والأمهات وإلا من إحنا عندنا في المجتمع السعودي لو واحد قال لي واحدة من بناته ولا أنا أحبك ولا قال لي زوجته أنا أحبك ما في مين مننا من يقول لي زوجته أنا أحبك ولا حاجة زي كذا ولا يشعرها بهذا. فالجوع العاطفي اللي موجود بينعكس أثره في التصرف الخارجي. أستاذ حسان أنت تقول نعم دائما ولا نعم وتنصح نعم. تنصح محيطك بذلك أنصح
انصح كل انه يبادروا لزوجاتهم انه يتكلموا مع بناتهم انه يقول لي بنته انا احبك، يقول لي ولده انا احبك. كثير مننا ما ينطق هذه اللفظه مع ابنائه، يجدها من العار انه ينطقها مع ابنائه ولا مع اخته ولا مع غير، فهذا بالتالي يولد نوع من الجوع العاطفي. ايضا المسلسلات اللي نحن بنشوفها في التلفزيونات وبتعلم بعض من العنف اللي هو موجود وبيمارسوا الفتيات مع بعضهم البعض، تعلم بعض القضايا المثلية، يعني أحيانا حتى المثلية في بعض المسلسلات بتظهر بشكل سيء للغاية وبتنتقل هذه يعني المشاهدات إلى ممارسة وتطبيق في المدارس. أيضا المهنية في التعامل مع الطلاب ومع الطالبات بالنسبة للخدمة الاجتماعية غير يعني كافية أو غير مؤصلة بشكل جيد تدعو إلى إحداث يعني تغيير أو إلى حل المشكلات اللي بتتعرض لها الطالبات في المدارس. كل اللي موجود إرشاد طلابي يعني بالجانب التعليمي فقط والتحصيلي، لكن الجوانب السلوكية آخر ما يفكروا فيها. عمرك سمعت أخصائية اجتماعية في مدرسة من المدارس أخذت دراسة حالة من الحالات وأوصت بتوصيات معينة أو أنه مسائل على هذا النحو، أو أنه هناك اجتماعات تتم للمتعاملين مع الأخصائيات الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لدراسة المشكلات اللي بيتعرضوا لها الطلاب، أو سمعت عن مؤتمرات تعنى بهذا الجانب أو لقاءات أو ورش عمل تعنى بهذا الجانب؟ للأسف الشديد كل اللي بيهتموا به هذا يفترض أنه ما يكون عمل فردي، هو عمل مفروض يكون عمل مؤسسة. نعم هذا عمل جماعي ويجب أن يكون له مرسومة سياسة خاصة به. نعم، خليني أخذ اتصال بالله لو سمحت أستاذ إحسان. ليلى من جدة، باختصار ليلى تفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشكرك على هذا الموضوع، وأبغى أقول لك إحنا سبقوا يعني بيتعرضوا هم نفس القصة هذه، بس كانت البويات في قناة الدانة، وكلهم اتصلوا وقالوا عن العنف اللي صغير بين البنات. وأنا ما أختلف مع رأي الدكتورة أمل يوم تقول يعني الكبت هو يعني تبغانا يعني إذا انخلقوا البنات والأولاد يزيد العنف، يعني ما يعني لا، هي تقول سبب الفصل في موضوع سبب الشذوذ هو الفصل. إيه؟ هذا أحد المسببات قالتها، ما قالت إنه هذا السبب. إيه؟ الوحيد أكيد. طيب يعني نفس الكلام عدوا في واحدة دكتورة والطلمات قالت وقت الدانة لابد أننا إيش أننا نسامح البنات يكونون مع بعض وعادي يعني زي كذا. رد عليها المذيع وقال لها هذا غلط يعني. طيب مدام إحنا راح نناقش موضوع اللي صار في الحلقة اللي هنا في راحة هناك، شكرا يا ليلى، نناقشها في مكانها. معي من عبد الله من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذ علي؟ الله يسلمك طول عمرك. بس أنا تعجيب على مداخلة الكاتبة. إيه أستاذ أمل. حقيقة يعني تقول لابد الفصل، ما أدري هي معقدة من كلمة فصل حتى الكتابات، ما أدري إيش نهاية الفصل. لا بدون ما ندخل في الموضوع شخصي مع الأستاذ أمل، لا يعني أنت تختلف مع وجهة نظرها. أنت مش مقتنع أصلاً، أنا حقك مش مقتنع بالكلام. يعني أكبر شذوذ موجود في الدول الإباحية، وانت عارف الشيء هذا، احنا مجتمع فردي، إذا صار فيه حالات فردية أنا ما أقدر أقول شيء تقديرا لك والبرنامج، ولكن أنا أعتبر لك تمرر كلمتها للفصل. يعني ما أدري زي اللي يقول لك كيف حالك يقول اسمي فلان، يعني ما أدري إيش جاب الموضوع هذا لهذا. نعم، طيب الحين أقول لك يا عبد الله، شكرا لك أخوي على احترامك لنا وللبرنامج. لا هو شوف، أول شيء ما يتعلق بالأستاذة أمل هذه وجهة نظرها، هي قلنا إيش مسببات الشذوذ في المدارس، قالت أسباب، قالت السبب الرئيسي هو موضوع الفصل، هذه وجهة نظر نختلف معها. أيضا لابد أن يكون الخلاف علمي بحثي منطقي. موضوع أنه أمرر هذا البرنامج لازم كل الآراء تكون فيه، لابد أنه يكون كل الطوائف ممثلة، لابد أن يكون مختلف عن غيره، لسنا وجهة نظر واحدة أخوي عبد الله، وأنت أكيد متابعنا ونقدر حبك وتقديرك. مريم تفضلي، هلا وسهلا من جدة. لو سمحت ممكن أتكلم عن موضوع الإيمو؟ أي تفضلي. هذا الموضوع يتكلم و
وين راحت مريم؟ حاولي تتصلين فيني مره ثانيه.